نعم، الاجتماع كان اجتماعا جيدا مع مبعوث الاتحاد الافريقي، وكان اجتماعا محضورا من كل قوى الحرية والتغيير، بما في ذلك قادة الجبهة الثورية وقادة قوى الحرية والتغيير القادمين من الخرطوم. وهذا الاجتماع مهم بالنسبة للسودان وبالنسبة للسودانيين، لأن هذا الاجتماع يعمل على حل جدلية السلام والديمقراطية والجمع بين السلام والديمقراطية في آن موحد، ويفتح الطريق نحو قضايا السودان الرئيسية، لأن قضية السودان الرئيسية قضية المواطنة. نحن أنجزنا، والوثيقة التي طرحتها الجبهة الثورية كانت فيها 12 نقطة، واتفق على 11 نقطة، تبقت نقطة مهمة سيتم الاتفاق عليها. الوسيط الإفريقي كان إيجابيا في أنه يمكن إدخال الرؤى بشكل يجعل من كل القضايا المطروحة منسجمة وتمضي في حزمة واحدة. نحن حريصون على وحدة قوى الحرية والتغيير، وحريصون على إنجاز مهام الثورة، وحريصون على نقل بلادنا نقلة جديدة والتوصل لما ينفع السودانيين أولاً.